موضوع البث النهاردة موضوع يزعل، موضوع يزعل. شفت وانا كاتبه ايه على البث؟ لما زوجتك تيجي تسألك هو انا حلوه، هو انا جميله، يا نهارك ابيض. اصل انت اصلا كون انك انت قلت، وكون انك انت جيت عرضت زوجتك، او ان هي بقت في حاله انها مجرد انها تسألك والسؤالين دول، انت كده في مرحله الخطر، انت كده على الديد لاين خلاص. هو انا انت بتحبني ولا لا؟ وانا حلوه ولا لا؟ حلوه ولا لا؟ يبقى انت مش مشبع عندها، انك عمال كل شويه تقول لها كلام حلو، او توصفها او تمدح فيها، او انك انت تقول لها كلام يشبع عندها الامر الانثوي الفطري الطبيعي عند كل امراه. مش زوجتك بس، زوجتك مش عجبه في وسط الناس، لا، عند كل الناس وكل النساء. المراه بتحب تسمع انها تتمدح، وتحب تتمدح لشكلها ولكلامها لأكلها لأفعالها، تحب كده. فكون ان هي تسألك حاجة زي كده، يبقى انت مقصر، انت مقصر في حاجة زي كده. انت ليه مش بتقول لها؟ ليه مش بتتكلم معاها في جزئية انت وتمدح في شكلها ليه؟ انتوا احنا عاملين حل اكتر من حل على موضوع المدح. المرأة بتحب المدح ثلاث اشكال، وهقول تاني تلات اشكال. بتحب تمدحها في وشها، انت حلوه، انت جميله، انت شعرك، انت جسمك، انت لبسك، انت كذا، انت ايه، انت واو، حلو يا بطه، يا وزه، يا شيماء، اي حاجه بقى دلوقتي. ما بقى فيه بدل بدل ما تقول لها يا بطه بتقول لها يا شيماء دلوقتي. طيب ده جزء. وبتحب انك تمدحها في وسط العيله، بس عيلتك او عيلتها او كده، زوجتي الله يبارك لها، كتر خيرها، زوجتي بتعمل كذا، زوجتي بتسوي كذا، حلو، تحب كده جدا الزوجه. وتحب انك تمدحها غيبا ويوصل لها الكلام، زي من احب الناس اليك قال عائشه. فتخيلوا بقى السيده عائشه لما وصل لها كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ده شيء جيد، ده شيء جيد. لكن كون انك توصلها المرحله وانا حلوه ولا لا، يا نهار ابيض. اذا كنا احنا بنقول في التربيه يا اباء ويا امهات، من فضلكم لما يبقى عندكم بنات في سن المراهقه، خلاص بادئين بقى ومن قبل سن المراهقه والله، ابتدي انك انت تكلمي البنت في امور خاصة بإيه؟ بشكلها. والأب إيه يا أمورة الجميلة الحلوة بنتي العسولة، ليه تسمع الكلام ده جوه بيتها؟ والزوجة نفس الكلام، ما هي طفلة. أوعى تكون فاكر إن زوجتك دي واحدة ست كبيرة لا لا لا، مش عليهم ما فيش ست عالة صدقوني، إيه الست، وتوصل لحد الخمسين والستين وتفضل كده. لكن إنك أنت يعني تحوجها إن هي تسمع حاجة زي كده، خطر، ناقوس خطر، وانت كده على الخط الاحمر. وما انصحكش ابدا ابدا على طول. اللي سمع من زوجته حاليا، يا كل راجل بيسمعني، يا كل زوج، يا كل عاقد وكاتب كتابه، من فضلك ابتدوا قولوا لهم.